سجلت مملكة البحرين انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائيات لها تسجيل 1517 حالة قائمة جديدة، لينخفض العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 19756 حالة، منها 37 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و13 حالة في وحدة العناية القصوى. هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 4843 حالة إضافية.